Massive. مشاهدينا مساء الخير ومرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامج جوسيب. فدائما سارة عزمي مساء الخير. مساء الخير. طلع لك البلدي في الراس؟ لا صافي. دايرة التوش دايرة مع حلقة واحدة. عارفين راه صبرت. اليوم غادي نمشيو نشوفوا البيك بوس شنو لابس اليوم. توصلت الله يخليك. ايوا بدينا بالريشة. سي سا غادي ايطاب باغ ايطاب فهمتي. دابا جاب في الاول الريشة ياك الناس عجباتهم الريشة وجدوا بالطوس. شخصيا. اون توكا سي تخي جولي سكو تو باغ. ميرسي بوكو الله يحفظك. تكون سيغمون زعما سمعنا شي قصة. قصة ديالة أن واحد الدري صاحبي جا عندي للدار كون شاف واحد لافيز ديالي أنا كنت صورت بها في فيلم الإخوان. واحد لافيز زوينة إيطون فيلوغ عجباته قلت لها خذها. هو باش يرد لي هذا عطاني هادي وهو صغر مني وقصير وصغير ورقيق دونك أنا قلت مستحيل هادي واش غتجيني. يلا درتها خشيتي ديك تجاتني واعرة باقي كامل بس فهمت زعما هادي خليها نضعف الا نشرب عليها السم صافي بقات وسقات جاتني زوينه وكتسد كلشي فينالمون جاتني زوينه شتي التواضع ان توكا الصح جاتك زوينه سي سان ستيل جيم بيان سي ميرسي الله يبارك فيك تبارك الله عليك تاتيه تو تري شيك سمعت انا كنصحك كلشي باش تهضروا عليا لا لا تو تري شيك باش تشوفوا عليا فكرتي فواحد كان واحد ما تعقلش انت باقا صغيره ساره كانوا بكري كانوا شنو نساء وجده كانوا نساء وجده كانوا كيلبسوا واحد كانوا واحد اللبسه بالنطع والكحل في الام برا في النواغ والنطع وكانوا كيغنيو الحرميه رسولك حتى كتغني الحرميه رسولك بحال هكا وحق الله ما كتضحكش كانوا قدام هادو تما تكون سي نوت جينيراسيون حنايا لا 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 انت جينيراسيون وانا جينيراسيون احنا مدينا فين تناقشنا كيما انا جينيراليست فوالا انا سبيسياليست نمشيو نشوفوا عشان نشوفوا هذه الحلقه نبداو باول حاجه واللي هي الصومع. في هذه الحلقة غادي نتكلموا على قضية مومو والتفاصيل ديالها. الممثل والمسرحي عبد الحق زوالي كيخرج بتصريح غريب وكنت كنتينا اليوم مع محمد الشيبي اللي رفض 120 ألف دولار مقابل دولار وباشحات في موقع برامي الجلال. خليكم معنا وما تزابيوش ونبدأ بأول فقرة واللي هي أشتار. أشتاري ودائما ولفناكم ان طيلة شهر رمضان غنبقاو دائما نبداو البرنامج بكومونتي البرامج اللي كاينين في برامج التلفزيون الفنيه اللي دازوا في شهر رمضان وبزاف الناس كتبوا لنا سواء في الصفحه ديال شتا تي في سواء عندنا حنا في البروفيل تاعنا صطنا دي ميساج بزاف الناس طلبوا لنا باش ندويو على دار النساء قلت لكم باقي ما دويتوش على دار النساء دار النساء بيان سور انا تفرجت فيه يوسف دابا ست حلقات شحال ست حلقات لا انا ما نشوفيش فيها الحلقه انا عندي الدار اللي كيتفرجوا بدار النساء دايوغ الدار عندي مورا فطور جوست ابخي سي دار النساء ما كنشوفش بزاف ولكن شو بلوس كيف قلت توتالوغ باردون كيف قلت في الحلقه اللي فات بلوس في لي ريزو سوسيو اي لو روتور ديال سكي سباس في لي ريزو سوسيو انا هكذا حيت عندي ميدار مورا بسهوله فوالا يوسف شنو رايتك دار النساء؟ صراحه غنبدا انا بالنقط بوزيتيف سيناريو زوين كاستينغ زوين تمثيل زوين les décors magnifiques les endroits magnifiques les endroits magnifiques بينو 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 عرس شمال طنجة واحد الصورة جميلة جدا les décors les terrasses فين كيصوروا السطوحة كيفاش نقيين اي سا سي تري فري الناس ديال الشمال سي دي جون كي سون تري بروبر وديورهم كيشعلوا وزنقيهم كيشعلوا و في الشمال ما كتلقاش الظاهر اللي كاينه مع الاسف كثيره بزاف هنايا ولا بزاف المدن بلا ما نسمي المدن ديال العيالات كيخرجوا بيجاما بينوار داكشي ثاني اكزيست با في الشمال لا كاينش بيجامات لا كيجلسوا في ديورهم بالجين وداكشي ما نصمون كنقولوا باش هادو خارجين خارجه لا كتقول لك انا جالسه في داري دونك سي دي جون تري 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 شيك سي اون تري بيل فيل دونك عطاوها واحد الصوره زوينه بزاف و تل لي ديكور فين صوروا الحوايج اللي كانوا كيلبسوا جي في بوكو دارتيزان ماروكان روفيزيتي سامبل فاسيل بوكو دو كولور سي با مثل حضراتكم لا 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 الفونور اي تو سا انا شوف انا عاد رويشه مي كاين بوكو دو يا بوكو دو كولور فهمتي كتلقى لوينات زويوني لابسينهم لي فام سون تري شيك دي ساك ماروكان دي ساك دي مارك ماروكان مصايبين صناعة تقليدية مغربية عجبني بزاف أبخي كاين مشكل ديال اللغة
انا جو سوي مال بلاصه ما تنعرفش ديال اللهجه باردون انا ما تنعرفش زعما بزاف الشماليه مي جو تروف كو سي با تري جو بونس مي سي با تري ميشون انه ما كدوش بالشماليه القحه اولا الطنجاويه القحه كان واحد الغلط انا كنخص جو ان كوتش اللي غيكون في البلاطو قبل ما تقول لا ريبليك ديالك لا كنا ما حتاجش الكوتش باسكو اصلا المخرجه شماليه لا المخرجه ما مساليهش بقات ريبيتي معاك كل ساعه لا واللي مكلفه بالحوار الحوار في سميتو هي نوره سقلي لي اصلا معاها في البلاطو واخا ولكن نوره كتصور يعني ما فيها بس جابوا ان كوتش اللي غادي كوتشي الممثلين اللي غيكون كاين هادو كيكونوا الشمره بزاف بزاف لي سيتكم كيكونوا هادي خدمتهم كيجي كوتشينغ كتسمع لا كيجي كدير معاه لا ريبليك كتعاودها معاه كتعاودها معاه الا غلطتي فشي اكسون ولا فشي حرف ولا شي حاجه كصحح حالك ولكن علاش ما جابوش دي زاكتور اللي يكونوا شماليين يعني بلوجتهم فين يديروا كاستينغ لا ما بغاوش بغاو فلان وفلان وفلان واخا ماشي شي شمالي جو اكسبيريمونتي اللي فاش نخدم المسلسل رمضان باسكو المسلسل رمضان صعيب دير فيه وجه جديد كما صاف في غير المهمين يقدر يكون تم ممثل شمالي وانت لا يقنعك ولا انت ما بغيتيش اولا ولكن جرب ماجربش ما تحكمش على شي حاجه اللي حيت خرجت بزاف هاد القضيه دايا ما غيجربوش لانك ما غاديش تجرب لان احنا عارفين نخرب بلادنا فهمتي انا عارف هاد الممثل ما كيمثلش وعارف هاد الممثل انا اللي ماشي مخرج وانا عارف هاد الممثل ما كيمثلش وتجيبي مراه كبيره ولا راجل كبير وغايقول لك اه فلان مسكينه ما كتمثلش مزيان ولا فلان ما كيمثلش مزيان يعني كيعرفوا الناس شكون اللي كيمثل شكون اللي كيمثلش ما غاديش دير انت ان كاستينغ وجيب ممثل باش في الاخر تقول لا لم يقنعوني كتكون عندك واحد لا فيزيون ملي كتكون كتكتب كتقول هاد لوغول غيديروا فلان وهاد لوغول غديروا فلانه نورمالمون سي كوم سا دونك واخا ما يكونش شمالي سي با تري غاف كانت خرجت بزاف هاد القضيه ديال اللهجه الشماليه في ريزو سوسيو بوكو دو بيرسون مشاو للهجه الشماليه بداو سي با غاف انا حتى انا قلت سي با غاف سي دو لاكتينغ هذا راه فوالا ديز دي زاكتور مني مقاتل باش يدير ديك اللهجه وشاد زعما شهر كامل باش يدير ديك اللهجه اللي هي اللهجه الشماليه سي تري بيان ولا المخرج ولا كاتب السيناريو ما يمكن لهم يبقاو في لك على لاتر مستحيل سورتو السيده كتمثل دونك هي كتمثل وكاينه كاينه السيده الاخرى ورا المونيتور دونك ما يمكنش يوقفوا لا هادي شوف اعمل قول هادي ما تقولش كاع قول قال سيغ ما تقول ما يكونش تدخل بحال هكا مره باش مره غيكون سي سيغ كل ما كانش كل جمله راه ملي كدير شي راس اكسون جديده عليك واللهجه الجديده عليك راه صعيبه تتوليفها كما صاف شهر ولا في شهرين دايوغ فيصل عزيزي خرج بين فيديو اللي كيقول فيها بما ان اللهجه الشماليه ما بانها بقى فيه الحال فهمتي ان فريمون تفرج بقى فيه الحال كيفاش يبقى فيه الحال حيت بقى حاضر غير اللهجه لا لا ما كنقولوش على السيناريو ما نزيدوش فيه اللهجه مهمه مي كاين اهم اللهجه كاين التمثيل كاين بزاف د الحوايج كاين التكنيك كاين الديكورات كاين بزاف د الحوايج كاين الاكسسوار كاينه خدمه نقيه وزوينه وتحيه لساميه اقريو لان فريمون والطاقم كله نورا السقلي والليكيب كامله اللي لعبت الغول دو لا مامو تبارك الله عليها لعبت واعر العزيزه هذيك هي ما شاء الله كود كور ديال لا سيري الا تري تري بيان تبارك الله عليها اون توكا بوغ مو مشكل ديال اللهجه ماشي مشكل السيناريو كما قال يوسف زوين القصه كمان فكرة مهمة على زين المحارم واللي زعما صعيب اول مرة كنقول ناقشة القصة هذه صعيبة فيها بزاف ديال لوداس انك تناقشها بديك لا مانيير اللي فريمون زوينة ابخي انا ماشي كما قلتي الديكور زوين الجور زوينين المناظر زوينة بزاف انت كتفرج وانت ماشي مغربي صافا دوني اون فيو وانت مغربي كاع وانت مغربي في طنجة شفتي دابا في رمضان كتقول من هزني وحطني حدا داك البحر فهاد المحيطات فهاد الالوان فهاد الزنيقات شو سي سكي في كامل المسلسل اللي غتنقطو بنقطة جيدة بارابور الأعمال اللي كاينين دابا انا ما عنديش مشكل في اللهجة انا عندي مشكل واحد في الناس كي ماشي باش نقولها كي سورجو وي انا لا كنت تشوف الحركات بوجههم لا في الحزن لا بزاف فهمتي لا في الحزن لا في البكيه شويه ما كتكون معصره كتكون يا بوكو دو غريماس فوالا كاين عندي مشكل ماشي كلشي بعض ما نسميش سميات ديرونجاني انه بارفو كي سورجو ترو كتدير حركات بفمهم وحركات بعينيهم ان بو ترو انت كديرونجي فاش كتشوفي داك كتبان لك بلا كترتي سي تياترال شويه سامبل اكزاجيري اي كاينين دي فيزيك من الاخر كاينين دي فيزيك ما كاينش معاهم كاينين دي فيزيك ما كاينش معاهم ليمور ما كاينش معاهم لي غريماس تي بو با تو بيرميتر سا دي فيزيك ما كاينش معاهم كتكوني تي تري غروند كاين شي حوايج كيجيو مع القصاورين
حالي ولا نو علاش اللي طويل يقدر يكون كيضحك نو وي كيضحك مي خصو يضحك اون فيزون تري اتونسيون باسكو لي الطوله ديالو هي اللي الطوله ديالو كيكون عنده كلشي كبير كيكونوا لي تري ديالو كبار كيكونوا جو كبير كيكونوا يديه كبار كيكون كلشي لي كبير خاصو يكون كيرد البال مزيان باش ما يمشيش للغيديكول دونك شويه ياك ابتسام كان شويه جو تروف كي يافي ان بو ديكزاجيراسيون من 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 الكوتي ديال ديال الممثلين بروفيسيونيل ايزون غاتي واحد شويه لو بيرسوناج مي سيناريو ولا لو كاستينغ ولا لو جو حد الان ديما سيري شاده في السيناريو في الاول كانت اون فاجير واحد المسابقه ما بين جوج وجوه دار النساء كما قلت وبالقصور جوج وجوه رجع شويه في الكومبيتيشن جو بونس دابا كتبقى بين القصور ودار النساء سا سو جو ان بو انتري لي دو حاجه اخرى لو سيت كوم جاب جيب داركم ديال عزيز حطاب ماريا نجيم داني حيوي فركوس أتقولوا شو ديزكستخي ديالو فيهم عزيز حطاب وماريا نجيم واعري بزاف جا واعري واحد لا سيكونس بصورة أنا في قهوة مي ماريا مبدعة وجاكوب اللي هي وعزيز واعرين جدا 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 واعرين بزاف عجبني مي مع الاسف مازال ما تفرجتش فيه فرانشمون خفيف زوين بوغ بوغ رمضان ماشي ماشي زعما ماديش نكزاجيري شويه في الوصف ديالو مي كيجيني زعما فيه كوم ما حامضش فهمتيني ما تقيلش على الخاطر خفيف ويلي سامبا ما فيهش الصفاق والبنادر وداك الشيء لا 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 ما فيهش داك مخي داك الشيء في الجينيريك ضروري ضروري الجينيريك في القعده وداك الشيء كامل لا لا الجينيريك ماشي مشكل وسط ولكن في لا سيري ملي كتفرج فيها ما كتحسش بديك القنطره وديك بغيتي تبدل داكور سي بيان داكور من بين الاعمال اللي الناس بزاف طلبوا مننا ندويو عليها هو لي كابسول ديال الكاله ديال محمد باسو شفتيهم وي شفت كلكوزو في لي ريزو سوسيو عاوتاني كاين الناس اللي قالوا عليه عيقتي كاين الناس اللي العكس كيشجعوه مي نخليك تعطينا المقدمه نبدا بك ساره دابا نتوما ما كتبديش بساره ما كتبديش بساره انا مسكينه انا غاد لا باسو انا باسو انا كنسميه شي سميو دوك اللي كيديروا الكاسكادور كاسكادور في المواضيع ديالو زعما كيجي كيختار الموضوع تيبغي بي بوليتيكمون كيبغي يعطي فوالا الراي ديالو باسو الفكاهي المثقف مثقف وإل أوز ولكن جو بونس با ان هذا الجور ديال لومور غادي يخرج عليه ولا شي حاجه ديتو باسكو داروا الناس قبل هو لا سيناتور ديالو هي هادي كيعرف اش كيدير كيعرف اش يقول واش باسكو مكتوب مزيان حيت اي حاجه تيقولها كيبان بحال اللي غيفوت الخط ما كيفوتوش دونك كيدير بحث سيغمون كيهضر على الدوله على شنو واقع على هذا كلشي كيحاول يعطي يعني واحد الناس اللي كيخليو لي كومونتير ديالهم كي عارفين باسو كيفاش داير سي سا سينياتور ما عندك ما ديرو المواضيع ديالو كيما قلتي انا مكتوب مزيان من ناحيه ان ما كتفوتيش الخط الاحمر ديالك ولكن ما مكتوبش مزيان في ناحيه ديال اليومور كيفاش بغيتي ديري اليومور فاش كتهضري على داك المواضيع ديالك باش تقدر لا تقدر سي سكي في انا بعدا كيضحكني انا كيضحكني دونك تو فاسيل والله حتى كيضحكني كنشوف انا داك السيد با طول طون ولكن كنشوف لا ما كيهضرش با طول طون هذا السيد كوم هذا صافي جاو دي بانش لاين سامباتيك شفت دي بانش لاين سامباتيك واش نبغي تضحكني من مني بدات الاخر مي كاينين دي سيت كوم اخرين اللي فريمون ما ضحكونيش مي هو ضحكني اكثر هذا مي بالنسبه ليا انا لو غو ديالي عطاه واحد 8 على 10 سوبر يوسف بالنسبه لي انا ما يمكنش غنحكم على لو بروجي كله حيت ما شفت فيه بزاف بحالك شفت في لي ريزو سوسيو مي بحكم معرفتي ل الباسو خدمت انا وياه في فيلم الاخوان باسو الفنان المثقف الفنان الهادئ باسو زيرو بريتونسيون كونترير بزاف الفنانين باسو التواضع والانسانيه والطيبوبه ودايوغ سا سوا على وجهه واحد الوجه باشوش واحد ودايغ بوكو دانتيليجونس بوكو داناليز دونك كيعرف شنو كيقول كيعرف شنو تيدير الناس كيقولوا لا سياسه هادي نو جو تروف كو داكشي كله اللي كيقول بالنسبه ليا انايا عادي عادي دون لو سونس ديال عادي دون لو سونس ديال خصو يتقال ماشي عادي ديال انه سي بوكو دو ترافاي لانه باش تكتب داكشي وتكتب ديك الحنكه وديك الحبكه فهو مكتوب مزيان مواضيع سون تري بيان تريتي sauf que c'est pas une première يعني انا من الجينيراسيون ديال بازو بزيز يعني شفت هادشي شحال هادي تقال اكثر يعني تقول هو عنده شوا ولدرجه انه كان منع ديالهم من لي شين دو تيليفزيون وفهمتي يعني ليبوك هادشي مي سي بيان اننا لان لو كوراج ديال باسو
يستحق الاحترام باسكو ما الى با كاريسي لي جون دو نونس دو بوال باسكو شنو كيديروا لي زيموريست كيبقاو دائما كيضربوا ويقيسوا كيخافوا من لابخوت تحيه السفلان تحيه خاصها باش تبقاو مع التلفازه زوينين باش تبقاو مع المخزن زوينين باش تبقاو مع الحكومه زوينين باش تبقاو فهمتي باش كتبقى قاداهم غاده هادو صواريه في هاد لا بنك فلان فلانيه هادي صواريه في هاد الشركه فلان فلانيه هاد السيد فلان فلاني غيعيط عليا ندير عندو صواري دونك كيلحسوا الكابا بالعربيه هادشي اللي بغيت نسمع ما كيقدروش يقولوا لي شوز فاس هو عنده هاد الكوراج انه كيقول لي شوز فاس وما غير ماشي غير داوي خاوي داوي انسان مثقف وقاري مزيان وكيعرف شنو تيقول ابري لوبجيكتيف ديالو هو واش هادشي داروا بوغ ليمور ولا داروا دار ان بيرسوناج كي بارل دي بروبليم اكطوييل بيتيت بجوج وي بيتيت بجوج انا في ليمور لا فيريتي ما هادشي ما غيضحكنيش مي فورسمون اننا نضحكوا ولكن كنعرفوا ان الميساج تقال وقال داكشي اللي ما كيقدلوش يقولوه بزاف الناس قال هو بصوت عالي داكشي اللي كيتقال في الكواليس ولا كيقولوا الناس من ودن كيقول لك الحيوط عندهم ودنين وكيجيو داك الوسواس والدميون هو الى يو لو كوراج انه يقولوا ولعب بهاد لاكارت وكنظن انه اون كارت اللي فائزه والناس كيتفرجوا فيه والناس عجبهم الحال برافو باسو بارلون دو الناس كيتفرجوا والناس عجبهم الحال واحد الحاجه خاصني نسينيها لكم مهمه في نسبه المشاهدات خاصكم تعرفوها هاد القضيه يعني انت تلاحظوها ملي تخرجوا تفطروا برا تلقى التلفزيون طلق تلقى شي سيري اللي كيلعب في التليفون ديالو اللي كياكل اللي مشى للبوفي اللي كيدوي راه نسبه المشاهده بوغ موا نو فو با دير فورسيمون ان لو برودوي عجب الناس باش نتفقوا على هادشي كاين الناس اللي كتفرجوا بار كيوريوزيتي وكاين اللي كيطلق التلفازة كاين اللي كيطلق غير التلفازة وخاصة التليفون وي سي فري انا نكون واضحين غير هي ما تنساوش راه شحال تعطينا جينا نديروا اسوندر ما درناهش وما هذا مي غادي نقول انا وانا بزاف ديال الناس كنعرفهم لونطوغاج ديالي كيمشيو لي ريزو سوسيو كيمشيو اليوتيوب حيت الحلقة كتحط لوندوم وي قليل اللي كيتفرج في التلفازة سي با دو بالبال اوديونس واحد كيتفرج ممكن تحسبها انت قلتيها دابا طالع التلفزيون ها هو حط التلفزيون مشى وخلى الدار خرج وخلى التلفزيون خدام مي سي با دو بالبال سي با دو بالبال المشاهده كاينه aussi في لي ريزو سوسيو بزاف يوتيوب دابا ولا بنادم كيفطر كيسالي كيخرج كيرجع عاد كيجي يدير يوتيوب يتفرج في حلقه كتبقى ديما انجي موانزان حلقه 14 يوم داز 15 صافي غتخرج دابا يحطوها في لي ريزو سوسيو وداكشي دونك بور نيزوت مشاهده انا بيرسونيلمون شخصيا ما كنت بازاش عليها بزاف اكزاكت فوالا ما كنت حيت بزاف تيحطوا 10 مليون مشاهده 20 مليون مشاهده واش حامل مليون من الناس اللي حنا اصلا كاينين في المغرب اصلا كاين الاميرو كاين الناس برا اشنو اللي خاصنا نشوفوا شنو هي اشنو هي الحاجه اللي ماركات الناس الحاجه اللي فيها ان كونتوني زوين كيف كنقولوا ان باسو سي بارمي لي كونتوني جداد وتوحشنا هاد ليمور ديجيتال توحشنا هاد ليمور وتوحشنا هاد لو كوراج عند لي زارتيست سي تري بيان جو تروف كو تاد ديكور بون لو بو لي شيفت سيت ديكور مدروس مزيان لاكسيسوار مزيان اي لي دون لو سامبل اي لي با دون لو كليشي اي سي تري بيان بار كونتر انا جو سوي ريسي فريستري شويه باسكو ديما كنتسنى لا شوت باش نضحك ما عمر لا شوت ما كنش لا يمكن ماشي لوبجيكتيف ديالو يضحك بيتيتر ملي كان كبرودوي ديال ليمور بور موا كان مازال يقدر يدير ان ايفور انكور بلوس في ليمور اش غادي تفهم سيت ان ديكور غادي دير داكشي الخدمه ديال ماشي ديالي انا ما تنسيش راه ما عندوش دوت شخصيات اخرين من الخيار الا توجور تي مونولوغ في هادشي يعني صعيب باش تطيحي في داكشي لا بزاف ديال راه بزاف ديال ليمورست سي مونولوغ انا كيجيني بحال كيعاود قصه ماشي مية ماشي ما طايش داك الفكاهه الاكستريم ديال الفكاهه جو بونس كي لا ميساج ا باسي سي سون هذا هو الهدف ديالو واش النويطات كيحط النويطات اما باسو باش نعاود عليه زعما نموت بالضحك ونطيح ونبدا نعاود نكتر باش نتفاهموا ما بقاتش حد كيقتل والنويطات ديالو سان انا بكلك سان زعما شوفي جوجوجو باش نرجعوا جوجوجو رغم ان السيناريو شرشمني وشنو اللي كنقول يلا كان كيقول خلينا يلا كنا كنقول وانا كنعطي انا بصراحه كنت كنامن بجوجوجو ولكن راه كاينين ظهور ديال جوج الناس راه فين ما كيبانوا راه كنبغي نتسطى هما داداس ودنيا بوطازوت الحوار وسميتو طارق البخاري سي الحوار بين هاد الجوج ملي كيكونوا بثلاثه راه سي ترو ريشيرشي سي واحد الناتشورال باش كيلعبوا واعر بزاف اي سي سور سي دو لامبرو
هذاك اتحدى قول لي كاتبوا شي حد داكشي ديالهم هما الى امبروفيز بيناتهم باسكو هما ثلاثه واعرين في الامبرو اي هادو ملي السين فاش دادا السلاح لهذوك على داك ديال اللي غادي حدا البحر دي تروك سي دي لومور تري 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 انتيليجون يمور شعبي ولكن باش توصل ليه سي تري ديفيسيل باش وصل ليه تي داكور افيك مو فادلي بوغ اون فوا ما فيش بغيتي ليك تتبعي لا لا ما بغيتش نعرف لا لا انا كيضحكوني انا لي سيتوياسيون ديالهم كيضحكوني فان دو بوتازو فاش غيجيب لهم كسكسو غياكلو غتغيب فاش بغيت ناكل صافي انا راك تغنت جو سوي فان دو لاس مي جافو كو ما بقيتش نتبع على سيت انا تبع على هاد الناس بثلاثه تمنيت الحلقات جي لاشي باسكو لو سيناريو اونكور مضرني لو سيناريو يمكنش نتبع شي حاجه جي دو مالين تقول حاجه مع حاجه لا فيغيتي باش ما نكذبش باركونت دار النساء باقا انا معاهم في الحلقه اللي واصل ليها دابا جو بونس جو ريغارد انا سو يوتيوب باسكو بون الفطور ما كنكونش في الدار جو ريغارد انا غادا معاهم جو بونس 16 حلقه ولا فين وصلوا غادا معاهم ايتاب باغ ايتاب نتبع جوسكو باش نسدو الفقره ديال الاعمال التلفزيونيه بزاف الناس داروا لي ملاحظه حيت الحلقه اللي فاتت كنت كنقول بزاف كنقارن بزاف مع ليجيبت ومع مصر وتيقول لي وسيري ديك الساعه ولا مصريه وسيري عيشه في مصر ديك الساعه ضربات السنه لا لا كومباريزون هي اللي كتبني بها الحاجه حتى في الفوت كتقارن ديما مثلا البطوله الوطنيه مع لا مع لا ليغ اسبانيول مثلا واخا هما ونقول لك انا كاين الناس كيشجعوا الريال وكيشجعوا البارسا ونقول لهم سيروا تلعبوا سيروا عيشوا في اسبانيا لا ديما لي كومباريزون كنديروا باسكو كدرنا نفس على لو برودوي ماروكان وبغينا يولي فايت لي برودوي اللي كاينين في الموند العرب ما بغيناش ندخل يكون فايتنا الوغ كو حنا عندنا حنا عندنا المواهب ديالنا وعندنا بزاف ديال الحوايج سكيفي بغيت نكونوا احسن من مصر ماشي غير بحالها بغينا نكونوا احسن منها حنا في الغنى غادي الحمد لله حنا في الغنى غادي كيف ما مسلسلاتنا تاهما يبداو يتشافوا وثقافتنا توصل داك البلدان كيوصل القفطان دايوغ وبزاف والطاجين الطاجين القفطان والطاجين البلغه اللي مشات للبلغه اللي مشات تري غروند مارك البلغه ولات كدير 1000 دولار دونك الحمد ربي والشكر واش بغينا خلينا غير شويه الدراما ونوليو صافي ما هادو زيروا معنا شويه الكوره حتى هي الله يرحم بالي والدينا قاعده شويه صعيبه لا ما نجبدش ساره اليوم صافي اللي طلع طاش الوغ غنمشيو نهضروا على الموضوع اللي هو يا طوندونس او اللي كتلقاه بارتو في مواقع التواصل الاجتماعي هو الموضوع ديال محمد بوصفيحه المنشط الاذاعي اللي في ادغاجو نعاود للناس المشكل الناس اللي ما شافوش هو ان مومو في البرنامج ديالو صباحي اللي كان على راديو على الامواج ادغاجو تلقى مكالمة هاتفية واحد لوديتور اللي معيط باش يعاود شي حاجة وشنو غادي يوقع في خلال هذيك المكالمة نشوفو لا فيديو انصامبل التلفة ديالي هي واحد ناحش والله تليفون شوف التليفون واحد كيجري اصفر اصفر مروان قطع ويلي 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 عاودو عيطولي عاودو عيطو النمرة سمعت تخطفه ديال التليفون ديال الايفون والاخر كيجري والله حرام عليهم بالله لا رمضان لا رمضان لا صيام لا يا بالسلامة توقع في الحال دابا ما كدير بحال دابا بحال تصفر لي التليفون بسبابي على بسبابي تصفر لي التليفون بسبابنا حنايا وتسعيد كنقدر معانا تصفر لي التليفون واو 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 واش ولا عيط عندنا نروح اخرى مروان هو واو انتم راكم عايشين معنا هادشي لايف مباشره مروان ها مروان وي خويا مومو ها حبيبي كيف بخيتي اخويا كيف بخيتي اخويا صافا الحمد لله ما عرفتش باش تبليه واه خويا فين كنتي فين انا بلاصه كنتي نتايا وحده ولاد زيا خويا مروان غندير لك واحد القضيه افيك تري غون بليزير حبيبي تري غون بليزير الغزال افيك تري 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 غون بليزير ايفون 15 على حسابي ديالك اخويا مروان
الوغ شي واحد كيكلم معاه في التليفون كوم كوا تشفر لي التليفون جهلو ابري 40 مينوت عاود عيط السيد قال معيط من التليفون ديال صاحبي احنا ما دوزناش كاع لي ديتاي باسكو طويل داكشي قال لهم مشيت للكوميساريه وما داروا معايا والو ومشى لي التليفون وتشفر لي في شارع ولاد زيان حدا محطه ولاد زيان ورانا كانت رعد ورانا مخلوعة شو كلشي شفتوه وقالوا ليه ربحتي معانا تليفون عطيك كادو تليفون بيسكو تشفر لك التليفون اكوز دو نو لا ولكن قبل قال لي مشيت للكوميساريه بغيت نديكلاري وما ما داروا معايا والو قالوا لي حتى نشوفوا الكاميرات ولا تشوف الكاميرات مش عجب بحال هكا اي على فان هما ربحوه تليفون حسن داك اللي كان عنده اللي تشفر لي سيتي فيديو كي افي لو بوز ديال هاد السيد اللي تشفر لي التليفون ديالو اون جاكت مع اون راديو دونك لو le buzz d'un déjà la vidéo après le police va dire c'est d'ailleurs où est-ce que c'est d'ailleurs où est-ce que tu as fait la vidéo et où est-ce que tu as fait tout le monde et tout le monde et tout le monde et tout le monde et tout le monde le téléphone et tout le monde et tout le monde et tout le monde et tout le monde apparemment c'est tout le monde qui était les auditeurs et qui في التحقيق هو محمد بوصفيحه اللي باقي في باقي لونكيت اون كور باش يشوفوا واش حتى هويا متفق معاهم على هذا على هذا المشكل على هذا هذا لو جو هذا وعلى هذه الكذبه هذه واش متفق معاهم ولا حتى هو انيماتور راديو اللي جاو الناس فلاو عليه في لونتين انا ما كنظنش وصراحه زعما ان يقدروا ياخذوا هذا لو ريسك هذا ولا يديروا هذا لي غور هادشي فاتال لانهم يتفقوا مع دي زوديتور انهم يسيميلو سرقه وشفره ومشيت للكوميساريه وتهضروا على الامن جو نو بونس با كهما يديروا هذا الغلط الا كنت انسان شويه عندك شويه ديال سميتو ما يمكنش دير هذا الغلط لا غدير هذا الغلط انا اول حاجه حيت غاب حيت انا مثلا راه قلت لك انت يا ابتسام مشى ليا تليفون ابري 40 مينوت كنهز التليفون واحد اخر كنعاود نعيط لك لا شو داكور شوفي هذه غدار على جوج الناس في العالم العربي غدير على جوج ارداحي وغدير على طوني خليفه يوكور ولا نيشان ثلاثه الناس سالينا بلادنا وكنعرفوها وغيمشي ليا التليفون وغنجلس وغنعاود نعيط نقول لك الو شوفي اسمحي لي راه حيت قبيله مع مشي لي التليفون انا خديت تليفون واحد اخر باش نعاود ندوي معاك واخا وكم مام دابا يوسف انا متفقه معاك لا سين شويه في شكل لو سيناريو ان بو ديبيل لو سيناريو في شكل داكوغ باينه كاين شي حاجه داك السيناريو ماشي هي هذيك دو تهم اللي متابعين بها هما تهم ثقيله منها ترويع المواطن منها انك تكذب على هيئه الامن تكذب على الامن هي تهم ثقيله انا تنقول ان تلمو ديك التهم ثقيله كتقول ان ما يمكنش دوك الناس يكونوا خداو هذا الريسك واش متفق معايا ما فكروش هما ان هادشي كان غادي يوصل لهذا الشيء بالنسبه لك انت اللي في لا راديو دونك انت اللي غتكون عندك بلوس ديكسبيريونس في هاد في هاد لي كا انت راك في الراديو تدرك في الراديو بصح اي بيان سور شتي تانيك تفراجو انت راك في الراديو ما كانش الفازه كان على الراديو هذيك كدوز الراديو لا كانك على الراديو لا انت كانوا كيجيو كنهار الشتا والجو خايب كنسمع صوين لا 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 دونك قلتي نبدا انا الوغ انا غندخل بواحد الطريقه اخرى على كومون سا سباس بعدا في لا راديو وكيفاش ان اوديتور كيدوز لا راديو في لا راديو ملي كتربح شي حاجه ربحت معايا مثلا جيتي ب 100 ديال سميه الو معايا سميه وي ربحتي معايا واخا ما نهضر على الشفره واخا ما نكونش شفره ربحتي ربحتك مثلا هاد الكاس قلت لك فوالا ربحتي سميه مرحبا ان شاء الله فاش كتجي سميه تاخذ الكادو ديالها شنو كيوقع كارت ناسيونال كارت ناسيونال كتعطي لا كارت ناسيونال كنشوف مين مرات اديكو حيت ستاندار راه فاش كتو ستاندار كتاخذ سميه وكتاخذ خاص كتاخذ سميه والكنيه ولاج باش كدير اون باز دو دوني هادو هما لي فري ستاندارديست اون باز دو دوني ديال لي زوديتور ديالك تقدر توقع اي حاجه جوستمون نرجعوا للوديتور نشوف السيان ديالو باسكو ربح معايا خصني ناخذ السيان ناخذ لي زانفورماسيون اللي بغاو يعطي شنو كيدير في حياته واش خدام ما خدامش ايتوديون كنعطي اون باز دو دوني اون راديو دو افوار اون باز دو دوني باش نعرف عطي السيان ماشي هذيك وعطيتي ايفون لا لا حتى في لو رابيل ملي عاود عيط باش عرفتي بلي راه اوديتور اخر سمع بلي شي واحد تفر لي التليفون وعاود عيط Tu peux pas distinguer les voix à cette درجه صافي معايا صوتو معايا التليفون حدا اخر كان التليفون يتشفر حتى جاك يمكن انا مثلا عيطت وقلت لهم التليفون يتشفر ويوسف سمع هذه القضيه عاود عيط يوسف مثلا كاع ابري لونكيت دارت حنا ما عرفناش نعرفوا حتى نقولوا لقاو بلي القضيه
كذوب دابا هذا الفيلم سالينا السينما ديال الشد بنادم دابا اللي كاين دابا واللي هو يا موضع نقاش هو واش مومو يتراجو اسمو امبليكي ولا لا وهذا الشيء علاش دابا غادي دوز لونكيت بار بلوزور زيتاب وغادي تمشي للمحكمه دايوغ الجلسه تاع تاع هذه القضيه غادي يبداو ابارتور دو 2 افريل وغادي يبداو الجلسات ديال المحكمه باش نشوفوا الدلائل ولا البروف اللي كاين الى اخره انا اونكور اون فوا تنقول ما يمكنش نكونوا جالسين انا وياك يوسف وساره نقولوا غنديروا الباس وغوسيب اليوم شي واحد غادي يعيطنا يقول لنا حكاش واحد قتلني هز عليا جنو شوفوا ملي كتدخل شي لي سوجي اللي تكون انت انيماتور بعقلك وراجو بعقلك شي التاثير ديال الشيء اللي جيت شوفي التاثير ديال شي التاثير ديال لي انفلونسوز اللي السلام عليكم وعليكم السلام غنغسل ولادي السلام عليكم السلام انا غنطلق السلام عليكم السلام غنتاحى السلام عليكم السلام انا دخلت فتحت وما كاين لا فتح لا والو السلام عليكم جلال الافراغ وانت جالسه في دارك فهمتي هادو كيعطيو لا ماتيغ اللي بغات كيقول لك ها واش شتي والله الا طلعت فيلم ولا طلع فيلم هذه سيمانه راه سي ديجيتال حتى هادشي يا يوسف راه جوستومون دابا هذا هو لوبجيكتيف ديال ان اجي نطلع هادشي باش ندير بوم باش ندير البوز ملي تفرجت في الفيديو يوسف سا سي زعما سي مون راجي انا رايي شخصي ديالي ملي تفرجت فيها ما طحتليش بالي بلا شفار شد بحال طاح لي التليفون كتسمع غير التقرقيب هو ديك زعما انا نكون في الراديو نكون انا اللي في لونتين اللي كنسمع ما طحتش لي بالي بلا شفار غادي نبدا تطيح لي التليفون غادي في الطوموبيل وطاح لي التليفون وغادي يهبط في الطوموبيل طاح لي من الموتور فهمتي كتسمعي غير التقرقيب صعيب باش دي شي زعما تبان لك بلي راه شفار حيدو ليه من ودني وجرابي بيرسونيلمون ولكن لا رياكسيون ديال لي زانيماتور كي جات كلهم فهموا بلي راه شفار لي زانيماتور كلهم فهموا بلي راه شفار من بعد 40 دقيقه كيعاود كيتصل السيد عاود بالبرنامج يعني دا فريمون فان ديال بصح ما خلعت حتى حاجه ما خلعت حتى ودن قطنطن هذا اللي سوا ديجا ضربوا لها الشفار استعمل بالاخرى قال لك ليه دودن وحده الله يسدها لي الله يطنطن لي دونك طار شد التليفون من عند صاحبو عيطيتو جوسك لا تو دابا ملي تلقى مع صاحبو قلت غندير خلينا نعيط الادراج ومن بعد نبقاو كنلقاو ما كيتسناوني رانا عيطت نهنيهم مساكين علي مضره بلاتي عافاك بلاتي عافاك بعدا نهنيهم علي راه مبسطين عليا وعاد نحيد عاد نشوف نمشي ندكلاري لا واحد الحاجه تخي غاف هاد البلاد هاد المغرب اللي غادي نظم كاس افريقيا 2025 وغادي نظم لا كوب دو موند 2030 وتنظم القمة ديال الاي في ام في المغرب وي حيدنا الشرادي وحيدنا البارابولات من الشراج ومقدينا وصبغنا لي سيرفاس والدنيا ولات هكا كتشعل في الدار البيضاء ونجيو بالضبط على الدار البيضاء بالضبط ومحطه ولات زيان يعني المنطقه الحيويه اللي كيدوز منها كل هذاك البولفار لي كوميرسون كيمشيو لدرب عمر واللي كيمشيو للسونتر فيل والناس اللي كيسافروا العالم كيدوز من ديك البلاصه وهاد هاد لافورماسيون هادي هضروا عليها دي شان اللي برا المغرب هذا شان اغاب هذا هو المشكل هذا هو المشكل الاخبار ديالهم هضروا على القضيه هذا هو المشكل داكشي علاش تنقول دونك ابري اون ديفون دونك ابري اون ديفون لا بيرسون نقولوا حقا اوكي افيك تو لو ريسبي اللي عندي انا المومو ولا اي اعلام ولا اي مواطن مغربي منتم بيان سور ما نتمنى حتى شي حد يكون طاح في هذا الخطا الفادح جدا ودار هذه المسرحيه الفاشله البايخه فنتمنى ان هذا الشيء يكون كله يكون تكون هذه لا بيرسون ما عندها حتى شي علاقه بالموضوع لانه فريمون خايبه الاعلام في المغرب وخايبه لبلادنا بزاف خايبه السمعه ديال البلاد خايبه السمعه ديال البلاد بزاف سورتو المغرب غادي يفتح دومين وغادي يزيد en Europe ou aux États-Unis qui doit la culture marocaine qui doit حنا مسابقه ديال الماكله عالميه مسمنه دات لو بروميير بري مسمنه هذه عام مسمنه باقي ما درنا فهمتي لا مضبوط ما شارك المهم بعدا من معجنات من مسمن خات سي لا كوزين دو بوت بوت انا جو بونس كو السمعه المغرب غدا مزيان ديبي لا كوب دو موند ان النيفو ديال التوريزم يطلع عندنا ما تخليش جيتي انت كتلقى الناس كيدوي بالعادي راه تصفر لك التليفون وضربتي في كلشي كيدوي لك على الكرم ديال المغاربه لي زيميسيون كيدوي على الكرم ديال المغاربه كيدوي على نقافز نقي كيدو على لي جون كيسكي سونسير ديال كيدو على لا توليرونس كتمشي كتلقى الناس كيصليو تراوح في المسجد الكتبيه الاف ديال لي توريست كيوقفوا وكيصوروا الكومبرين با ولكن كتلقاهم هكا بوش بي وكيصوروا داك الجو داك النقاد ديك لا فيل ديك لا توليرونس ها المسلم كيصلي نصراني كيصوروا يهودي داز من هاد الجهه يعني حنا البلاد ديال التسامح
بلاد يعني اللي كنزيدو كنخدمو دي زيسباس فيرت الكونفور طوبي سات كيدارو لي مويان دو ترونسبور تي جي في الاول وكنسيبو في تي جي في والباص وين ونجيو حنايا سوغ ان كو دو 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 تيت نريبو هادشي كله على حكانو جيسبر كو جيسبر تكون فوالا اون توكا لانكيت الي اون كور كيما قلنا راه متابع في حالات في حالات صراح وجوج الاخرين مشدودين تحت الحراسه النظريه اللي غيكون دابا الجلسات غيبداو ابارتيغ دو افريل باش 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 تحكم باش في الاخر تخاد لا ديسيزيون فينال سورون الادله وداكشي كامل اللي غادي يكون كنتمناو تبرئه ديال لاشين باش يبقى ليماج الاعلام زوينه يوسف نتمناو نتمناو تبرئه ديال لاشين باش يبقى تبقى الصوره ديال الاعلام في المغرب زوينه سورتو ان دغيا هاد لا فيديو دارت البوز وصلت للعالم العربي دوزوها اذاعات عربيه بداو كيدعوا على هاد المسائل وهذا ما كيخدمش بلادنا نهائيا بصفه نهائيه فانا تنقول لا بروبابيليتي باش تكون في ان ميسيون لي ديريكت تخيلي معايا تشوفك التليفون كتبين ان الله يستر بحال دائما كتوقع بحال كتوقع شاك اور سي با فري وشوفوا لو كوتي زوين ديال بلادنا بلادنا غادا الحمد لله تقدم بلادنا بزاف الحوايج غادي نفعلوا فيها بروتيجي حتى في السمعه ديالها في ديجيتال وفي ديجيتال ولا تفرجوا البارح في الماتش ديال موريتانيا والبارح موريتانيا وعلاش كتشوفوا الموضوع زوينين الدراري لا فيغيتي زوينين وحنا يلاه ابراهيم جاز اختار المغرب وداكشي يقول لنا ابراهيم جاز عندنا شفاره لا ما يمكنش بعد الفاصل بقاو معنا نمشي نشوفوا التصريح ديال السي محمد أوزين مؤخرا اللي شفنا بزاف مواقع التواصل الاجتماعي هذا الاخوان قادر مواطنين كلنا مواطنين انا مواطن انا وليت كندبز مع المراه في الصباح على المصروف كتقول لك راه تزاد داكشي كتعطينا راه مابقاش كافي راه تزاد المطيشه المطيشه وصلات لا لا شوف هذا واقع كنعيشوه كاملين عندكم تغلطوا تقولوا هذا راه برلماني راه بحال بحال ايه والله يحسن لي وانش غنقول لك السي محمد أوزين هو برلماني الحركة الشعبية كالكاسيدي كثرته مرتفع مطيشة الله يحسن لي وان مطيشة غلات بالعكس ولا باش عرفي باش عرفي سي أوزين ما فرصو ما يعاون مطيشة غير ثلاثة درهم راه ماشي الغالية ماشي الغالية زعما انا كتقول واش تيقتي زعما داكشي اللي قال ولا لا بغيت نشوف جو بونس كو بغي يهضر على بغي يقول كلمه بالنسبه لبزاف ديال المغاربه اللي داكشي اللي عايشين دابا ديال ديال الفلوس وديال ان كلشي غلا وانا كلشي صغار بعدا انا بعدا كنتستا كنشري دوك لي تي غوتي لي زونفون دابا واش انت كتوقع عليك لي مارك اللي كبروا معانا كبروا معانا لي مارك ديال مثلا لي بيسكوي ولا هذا بحال قسمتيهم على جوج صغار بنفس الثمن لا بس هذا نورمال ودابا انت صرا داكشي كنا كناكل ملي كتعدنا عامين دابا عندنا 70 عام واش نورمال ما عنديش 70 عام لا شاش كدير لا شوف اقول لك حاجه قد يغلات عنده الحق صعيبه الدخول داكشي اللي كان كيتحط يوميا كوتيديان باش برلماني غينزل الكوزينه عند مرته يقول لها ما تشربش شحال ما كملتش الجمله لا ما كملتش الجمله لا ما تستفزيش لا ما كملتش الجمله راه كيبغي يشخص يمكن لا لا قال لك انا ومراتي ما قالش كنشخص ما قالش بحال مثلا شي واحد ومراته الله يحسن لهم العوان قال حنا حتى حنا غلات علينا اللي هو سي أوزين تبارك الله امكانيات ديالو جيده والله على حسابها يلا ولكن ما يمكنش تشكى انت اللي برلماني الله يعلم لا كيفاش شكى واحد سي طالب معاشو كل نهار واش كيدخل جو في بيان ما علاش تشكى البرلمان قلت حنا راه مطيشه عندنا غاليه غلات علينا زعما ما يقدرش علاش علاش ما يقدرش يشري مطيشه ودابا ما يقدرش هو يشري مطيشه دابا حيت دابا حيت لافورماسيون قديمه دابا وين كنشرب 4 سنين هذه كنسمع بلي المطيشه كتبيع 20 درهم دابا المطيشه 3 درهم دونك سي با مطيشه اللي غاليه كاين حوايج اخرين اللي غلا من المطيشه لا مطيشه واخا برلماني تكلم ما قال هذا الهضره هكا داير وحنايا مثلا اونطوك برلماني ما شتيش ليسونس ما شتي حتى شي حاجه شتي غير المطيشه دونك كندخلوا في دون لو كليشي والمطيشه غاليه ونبداو نصفقوا مطيشه ما غالياش وانت سي أوزين وما كاش دابا انت دابا انتم دابا انتم شديتو مطيشه ياك حيت قال مطيشه سي سيغ ولكن هو المعنى ديالو هو المعنى ديالو هو اللي بغى يوصل لنا انه كيعيش حتى هو لا كريز بحالنا فوالا سي با فري انا من الاخر باغي يشخص باغي يشخص هذا بغيت تعرف معنا الله يعطيك الخير شكرا فكرتي فينا حنا الطبقه الكادحه شوف شكرا دابا علاش كذب لا ما كذبش سامباتيزا معانا وراه شي كلمه تواضع معانا تواضع معانا دار معانا شويه لا توليرونس
تواضع معنا زعما ما يبقاش فيكم الحال ديال عمك فوالا ميرسي كلنا كنعانيو من الغلا زعما ما تشكيوش علينا راه حنا حنا كنعانيو حنا قلنا لي صافي سيدي الله يرحم لك الوالدين حتى يمكن يقول لك انا مطيشه كتدخل لي لداري بالصناطق مثلا ولا الحمد لله مطيشه راه كتشيط ما يمكنش يقول لك شي حد تحس بلي غيستفزك هو كما قال بغى سامباتيزي مع الناس مع الشعب اللي هو بصح كيتشكى من الغلا ديال الخضره باسكو الخضره ولات غاليه راه كتمشي كدي معاك 100 درهم انا كدير والو 100 درهم يجيك 4 الميكات 5 الميكات ما عندهم ما يديروك ما يديروكش 4 ايام لا لا ما كايناش 4 ايام ما يديروش ما كايناش فوالا درتي غاز عليك صافي وحلتي والله العظيم الا بصح ما بين الفلفله ديالكم الطاشه ديالكم راه وليت كنتقدى في رمضان انايا ما تحكروني علاش كنجي كنضحك لا فوق 45 درهم يلا كي جيتك دابا حنا غنسري مع السي اوزين مطيشه ودوز عندك تي لافوكا شربتو تسطيوني لا لافوكا غاليه ب 45 درهم واخا مي لافوكا لافوكا كتكونسوما في رمضان بزاف بيان سور علاش كدير العصر حتى في رمضان كتكونسوما لافوكا بزاف في ما نشريوهاش حتى هي كتشوف الطوماط سيريز بشحال الناس كتشوف الطوماط سيريز بشحال غاليه باقي مضاربين مع المسمن واتاي والنعناع والسكر والبوطه وزميلاتي كيدوا على لافوكا السيد البرلماني دوا على المطيشه والتواضع ديال زميلاتي دوا على لافوكا لا 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 انت حيت قلتي مطيشه ب 3 دراهم وي الطوماط سوغيز ب 12 درهم وي وعلاش غنمشي نشري الطوماط سوغيز هو كيشري الطوماط سوغيز مثلا سي بور سا جاتو غاليه حيت الطوماط سوغيز 12 درهم على لا سالاد غندير في الطوماط سوغيز حنا كبرنا بالطوماط سوغيز لا ولكن صافي سالينا الطوماط ولا كان كياكل سي اوزي كور دو بوف صح صح ولا كيدوي على واقيله حتى الدنجه لقيت واحد الدنجه البيض اختي انت ما كتقلبوا على الحجاب الدنجه الدنجه البيض يا الله على مال اختي الدنجه الكحل تي غاسيست مال الدنجه الكحل زوين شهب شهب ب 25 درهم الكيلو اختي اللي عندك باش تشري ب 25 لا ما سالتش واش سولت عليه المهم شهدوا عندنا حتى انت مراكش على الفوق السوق راه جو سي كونتونت هبط للسوق شفت الاسعار ديال الخضره بشحال لا انت اختي بالسلامه من قبل شكون كان كيتقدى لك مش انا انتوما كاشير ما كتشعلوش البوطه لا ماشي انا ماشي اللي كتقدم ماشي اللي كتقدم المارشي سي مو ماري اللي كيتقدى داكوغ دونك دابا يلاه هبطتي شتي اول مره تصدمتي وفرحانه حفظت 300 كلهم باش تلاقيت معاه تنقولهم ليه فرحانه وقع لي بحال السي وزين سعدات عندك الزهر باسكو انا 27 عام وانا اللي كنتقدى راسي 27 ولكن اللي صعيب هو باش يكون عندك لي زونفون مثلا دي زونفون كتعطي شحال شحال الحياه غاليه هذه ما حاجه ما نذكروش على الحياه غاليه بزاف كلشي ولا لا ولكن واحد الحاجه ما كتهضرش بحال القطار ما كنهضرش بكيلو ولا جوج راه كنهضر من 10 الفوق راه راه مين كنش راه كنقول لك تقدر تمشي بارفو كنمشي في خبارك والله العظيم وفسروا لي هاد القضيه بارفو كنمشي مثلا لي غونت سيرفاس كنشوف الخضره تما فين شريت تما كتجيني بعد مرات الخصم ديال المارشي بارفو وي سا ديبون دي مارشي الا كان مارشي ديال الحي الشعبي راك تاخذها شويه رخيصه الا كان مارشي ديال باسكو راك تاخذها غاليه سا ديبون دي مارشي واحد النهار ديزي وحده مول ديسر عقلتي قلت لي وعلاش تقدم من عند هذا عقلتي ما جاوبتكش علاش شفت فيك مشيت فرماسيا مشيت شريت التفاح ب 65 درهم تكون هو غاسل مزيان تكون هو غاسل مزيان غاسل مزيان مستفهم مزيان لا واخا غسله ويستفاد ملي كيدك لي غاسل مزيان ومستف داك الشيء مقاد ما داك الشيء ما معرمش عنده ما كاينش التراب وما كاينش داك الشيء عرفتي غادي يحسب عليك واحد 2 درهم الكيلو غادي لا ماشي كلشي لا ماشي كلشي عنده التراب لان اصلا التفاح ما كيكونش فيه التراب اللي ما كيكونش لا مول البطاطا كيكون له التراب وي مي عادي الا شفتي التراب راه وي هذاك هو اللي عنده الثمن المعقول حيت هذا الصندوق قلبو باعو لك انا عنده ثمن كويس ماشي بحال داك اللي غاسلو مقادو مستفدو داك الشيء وكتهزم انت راسك ماشي هو اللي كيهز ليك حيت اون فوا تقول لي الله يخليك مع الله يخليك ما كيزاد صفر واش خصني نقول علاش كتعطيني من هذا دابا كاف بيبي صافي بيبي بيبي تي باي لا قلتي اوبرجين قفرتيها اش من اوبرجين وما تقوليش اوبرجين انا تقدا وحده هنا يقولوا لي خليك بشحال لي زوبرجين هذوك مراد دوك خصهم يمشيو للداوه ولي زوبرجين سيري تقدا الفوشون انا كاين ناس سيري خدايا قالوا لي زوبرجين بغيتي لي زوبرجين سيري اختي تقداي من شي بلاصه اللي فيها زوبرجين ب 3000 ما نمشيش عند واحد حط عرام ديال الخضره ودي معاه الفرنساويه اي سا كومبيان لي كاغوت وراجل كبير ولا مراه كبيره
لا تكيضرب العالي ديك الطلعه كيضرب ديك الطلعه وعمل لي واحد جكيلو اعمل لي واحد جكيلو تخلي وزيد زيد شي وحده زيد زيد شي وحده ومازال زايدين فيه وغالي وتي دايره ما قالنا ب 20 مليون وجاي تقدا 5 درهم ديال الخضره وتخرج عليك في الخضار نو وملي شي بلاصه واحده اخرى بيت فريمي بدا هاك انت عطي لهذا عطي لهذا لي بوغبوا كيمشي لكل بلاصه على حساب لوندغوا اورك انا كنفضل كنمشي عند لي بيتي كوميرسون كنمشي عند الناس دراهم وش بحالي نمشي عند خضار حدايا كنمشي عند مراه كتبيع البطبوط كنشري بطبوطه بدرهم فوق ولا طفوا كنمشي داكشي العام تاع البطبوطه كنا كندوي على الشفنج انا وياها الشفنج ما تشفنج ويطوي واحد الريستورون كيديروا الشفنج قلت لنا قلت دابا غتمشي تاكل الشفنج ب 250 يورو صراحتك علاش لا عشان كتخرج عليا بزاف الاشاعات انا وبزاف الهضره والقيل والقال عليا في البرنامج يلا واخا يلا يلا كنا كندوي على البلايص ما تقدرش تمشي في الطري رمضان فطور الابتداج الابتداج قلت لها واحد البلاصه كيعجبني نفطر فيها في الدار البيضاء قال لك لا ما كيعجبنيش قلت لها انا جاي نبدا كنلقى فيه الشفنج قال لي واش الشفنج راه موجود غير بدرهم قلت لي انا راه ما يمكنليش نخرج من داري ونمشي انايا 15 مينوت وعاد لي فوغوج وعاد داكشي ونجيب ونشري ديك الزلاق ديال الشفنج ونجيبه للدار يكون ما برد 15 مينوت اخرى ديال يعني نص ساعه باش ندخل انايا الشفنجه وبردت الواجبات بحال كواد الشوه جو بريفير نجلس في شي بلاصه يجيبوها لي كمل المقله يعطيوها ليا وتاكلي الشفنجه ب 120 ماشي 120 الفطور كامل فيه إيش فنجة إمسنة إلى عصر البيض بالخنيع إيش فنجة شد شحال من شفنجة وها صافي أكون فيها كيلو تنشي شفنجة ولكن معها البيض ومعها المسمن ومعها البغرير ومعها الحرشة شنو بغيتو؟ لا كيما نقدرش نفطر دابا لا دابا انا لا بغيت نفطر 120 درهم ميرسي ميرسي دابا هي لا دابا هليت فراسي ماشي شي بغيت وفيها الجبن وفيها العسل وفيها 50 درهم كاع لا دابا دابا هاد دابا هاد السيده كدير هاد الشيء ونهار حنا بغات تفطر انا كعقلتي مسمنه واتاي من المقراج سي فري سي تري بون واخا بريستي جيت مرمد في الارض مي سي تري بون دونك ومن الاحسن جبعنا سالينا دونك ما تقولش انا مشيت 120 درهم باش ناكل شفنجه فطرنا واقفين عادي جدا انا بغيت نجلس انا جالسين كاع من بعد راه عندنا فين تدخلي تجلسي احنا اللي بغا يدخل المسمن لداخل المحل ديالو ونجلس عنده وانا نمشي للقهيوه نجلس يعطيوني قهيوه ديالي نعقل عليها وناخذ معايا شفنجه واش تغرف اش طلبت انا في هذا الحي صافي شنو كنا كنهضروا على موزين ولينا في الشفنجه واش كندوي على لي فخي دابا راه انا الجوج واش كندوي غنمشيو دابا نهضروا على السي عبد الحق الزروالي عاد اليكم من جديد بتصريح جديد شوفوا ليكستري فاش مشيت للجنازه ديالو السي طيب الصديقي قلت له اعطوني واحد دقيقه ولا جوج غير كيف على التابوت ديال الطيب كانوا فقيا كيقراو الدنيا الصباح باش غنبداو يدور الروضه هو يهضر معايا في التابوت شنو الطيب بصح قال لي الزروالي السي الطيب قال لي صافي دابا على خاطرك لو كاين شنو ايوا سيدي انا خليتك هذا النصح يلاه ربح بيه وربحتي بيه سي الزروالي خليني نكمل لك قال لي وهادو دابا اللي خدامين بهاد الصداع وهاد الدنيا هذا قول لهم يسقسوني خليني نموت في خاطري خرجت انا كنضحك كلشي تخلع قالوا الزروالي حماق ولا ما عرفش لان جاتني هيستيريا الضحك راه هو قال لي هذا راه قال لي راه هادو صدعوني من الصباح هما بهذا الشيء وهذا الدخول والخروج والطناجر والقرايه وهذا الشيء انا ما باغي حتى حاجه باغي نموت في خاطري هكذا كيهضر معايا انا جاتني هيستيريا ديال الضحك خرج كنجري في الدرج كلشي تعرض لي مخرجين ممثلين توريا جبران الدرقاوي كلشي كلشي ياك لاباس الزروالي كاين اللي في السراء ان الزروالي زعما كيضحك لان عجبو الحال انه تهنى من المنافس ماشي منافس قدوه حد طيب صديقي كان ميت ونضو مع سعد الحضواري كيفاش سمعوا سي ميت كيفاش ميت غير سمعوا نرجعوا للمطيش سي تي كونيكسيون انتري دو يسمعوا وي كيفاش يسمعوا يسمعوا على الاخر على الاسم الاخر دوا يسمعوا دوا وي دابا انت سي نورمال باش تدوي مع واحد ميت ودوا معاك وجاوبك وقلتي لي سا ديبون العلاقه اللي عندي مع الشخص وسا ديبون شنو غنجلس حدا شي راه مات لا ما وقعتش كتقدر توقع ما وقع لك وي وي ما يمكنش الميت كيدوي وهاد السيد نكذبوه دابا جوست كنت عزيز عليك عبد الحق الزروالي
عزيزي عبد الحق زروالي وكان نموت على المرحوم طيب صديقي وما كانش عندي حظ انني نلقاه في حياتي يعني لكن الا كان شي حد تمنيت تهضر معاه راه كيجاوب الناس دابا انا والله يرحمو نلقاه في عالم اخر وهي نلقاه في عالم اخر مي هنايا مالوغوزمون ما كانش عندي الحظ انني نشوف هذا السيد دونك وي بزاف د الحوايج علاش غنجيو حتى لهذه وغنقولوا كاينين الناس عندنا حنايا في الثقافه الشعبيه ديالنا كيدوزو اون بوكل مع اذاعات وكل شيء كيبقاو كيدوا عليه مجوجه بجنه اللي والده مع جنه اللي دوات معاه اللي دوات مع فلان اللي عفرت لان كيدوا في الخوف في شي حوايج ما كاينينش كاع ما عرفوش شنو واش كاينين اوكو هذا ان سيركي اكور كان حداه هو سمع روحو دوات معاه هو شي حاجه جات في ودنيه بحبو ليه سمع جات شي حاجه في ودنيه غايقول حسيت بشي حاجه تهيئ ليا ما تهيئش ليا هو حس بها انه سمعها ولكن دابا انا مثلا غادي نجلس حدا شي مين انت واخا يقول لك فمها يوقف يقول لك والله ما بغيتي تسمعي انت ما تسمعيش واخا جاك يخنشك يديك ويجيب والله لا سمعتي لا الحيني هي خوافه لا لا ما غاتسمعش معايا انا ما غاتسمعش حاجه باغا تسمعها قولي بالسبت وبالحد دونك انا هذا السيد الاستاذ عبد الحق الزروالي كنقول بان هادشي اللي قال انه صادق فيه وي لا ما فهمتيش تخيل لي قولي باش تخيل لي بصح دو مع السيد ميت لا ماشي تخيلي هو حس ان هذاك جا شي مسج على داك السيد صار يعني تخيل لي اختي نهضر معك شي بعقلك انت بدا خلينا شحال بعقل في البلاصه انا اليوم الحلقه اليوم خوغا خوغا كنشوف سخفات لا لا ما مش انا ماشي سوبرستيش نتاع ماشي زعما سوبرستيشن نسمع هذا فهمتي يوسف واش ما يقول واش ما يقول يوسف يوسف ما قالش هضر معاه وسمعوا فوالا جمعوا ماتيريالمون زعما فوالا خاص تعرف انا زروالي سي ان هوم ليتيرير ادبي و نو و سي ريفور هو يعني سي ريفور دونك هو بغى يقول الى كري واحد الحوار ما بين هذاك السيد اللي كان قدوه بالنسبه ليه وكان فهمتيني ياك جيت من موراك وفهمت السيد دونك كان تيلمون كان كيحترم داك السي ليميت الى كري واحد واحد الحوار ما بينه وبينه وصالا في غير وخرج كيضحك مهم لو بيرسوناج اون لو كوني كنعرفو سي زروالي كحتي حتى كنموتو عليه دايو تاع عزيز عليا كيعجبني التدخلات ديالو اللي هو شويه سبيسيال هو هكاك سي سا بيرسوناليتي ما ناخذوش موطامو ماشي اي كلمه نشدو ناخذها بالواقعيه ديالها سي ريفور سي ليتيرير قدر يحكي شي حاجه شافها هو ما غنشوفوش حنا مي هو ماشي شافها ولا عاشها حقيقيا هو كان حلم بها احساس هو قدر يقول شي ان ريفور يحلم بهادشي ان ريفور اون جينيرال مي ان ريفور بو ريفي ان ارتيست بحال زروالي يقدر يكون ان ريفور افيك لي زيو ريفي محلولين استاجر تخيل لي تخيل ليه إلا كري إلا في بزوان دو سا هو قدام داك السيد اللي عزيز عليه بزاف كان محتاج أن يكون حوار دونك أوتوماتيكمون روحانيا كان حوار ما بينه وبين دابا دابا داخل ليكم دابا عرفتي نرجعوا للأرض الواقع دابا باسكو أنا جالسة في البلاطو دابا لا أرض الواقع لا أنت بوحدك لا أنت بوحدك شي حد توحشتو شي حد عزيز عليا أنت بوحدك دايرة بلوكاج لي سونتيمون حسيتك دايرة الرق ساده البيبان دونك انا غير نظن لي سيت انا جالسة في البلاطو سي با اون بيرسون نورمال سي ان ارتيست عنده اون سارتان سونسيبيليتي عنده 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 هاله كيعيشها غيكون كيديو مع راسو جيماجين غيكون كيديو مع راسنا كلنا كنديو مع راسنا انت كديو مع راسك كتنكري سي ديفيرون دونك نو انا ما كنتش غنكذبو بالعكس غنتيقولي ان كيكون واحد الحوار فهمتو سوق كيفاش ما غاديش نكذبو ما قلتلاش كذب تخيل لي ما كذبش هو ما غايقولش لك تخيل لي غايقول لي عشت غايقول لك عشتها ولكن ما يمكنش تحكمي عليه واش تخيل ليه وانت ما عشتيش لا تتصوري لا ما يمكنش يكون طيب صديق دوا معاه ميت اختي دوا معاه هو ميت ياه كيدافع سي صار فهمت واش غايقول مي سي بلوس روحانيه ما تمشيش فوالا جاوب وهضر معاه فمو تحرك قد كيهضر ما يمكنش شوفي حنايا في انا نقول لك واحد القضيه لا نقول لك واحد القضيه نقول لك واحد القضيه غتيقيها ولا ما غتيقيهاش ما غتيقيهاش صافي ماكنتيقيش انا واحد لا بيرسون كي ميتي تري شير في حياتي اللي هو مون بير الله يرحمه مي اون فوا شفتو هو ميت شفتو قدامي هكا كيدوي معايا شفتو وانا ما نعش شفتو سي كوم سا علاقتك بالشخص ولا حبك بالشخص سي تيون ايليزيون وي جو سوي داكوغ افيك توا يعني ماشي هو بصح ماشي اللي بغا يقول هو ما حتى هو ما كانش يكره نهار السيد بن سافر راه شي اللي قال لك انا دوا معايا دوا معايا ماشي قال تخيل ليا هو لاتين
كنت اذا بي باش يقول ان سي سا فاسون ديكسبليكي انه تخيل انه كيبغي يزيد عليه بالعكس تبقى ادميري سا ايمي سا في هذا الوقت اللي ما بقى حتى حد عنده شي حد عزيز لا بالعكس عندي واش كيف عزيز لا انا مثلا عندي يوسف عزيز نقول ان شاء الله ان شاء الله واحد النهار غادي لك عارف داك النهار بعد عمر الطويل عندي لي صداقه زوينه ما بغيتهاش هذه الطريقه ماشي نقول لكم انا ضيوس دو معايا انا غنوض شي انا دابا في بلاصه انا غنوض غنخليك تقولي غتقولوا ناض وغسلني وقال لي اش هاد الجوقه جمعها عليا جمعهم معكم وخرجوا خليني نتكفى ياسي ورجع لبلاصتي غنخليك تقوليها فمك وتحلف ديك الماما حتى قالها ليا غنخليك تاي صافي فرت كل محوت ونوض ونقول لك اجي اختي جمع عليا هادشي عارف غتعطيني شي حاجه ندير قلت لك ديك النهار تقوسي صار شاف انا مشيت وديك الساعه قلنا الحكا راه قال لي جسبرت فهمي حوايج بالعكس انا حوايج هادو سي دون لو بوزيتيف دونك حوايج جابوني هادشي هذا العلاقه ديالتو مع عبد الحق الزرواني بحال ديك مغيغ سوغ سين ديالو شي حوايج عنده توابيت غتبقى تناقش معاه الغدا ما غتلقايش معاه نتيجه واحد صافي ديال الله يرحمه ناض السيد الله يرحمه ودوا معاه وداك الشيء كامل ملي كمل الهضره تكع عاوتاني على جنب وكمل صافي مزيان هذا الشيء اللي كاين غنمشيو نشوفو الكود كار كود كار عجبني فقصني والكود كار هو لو فوتبولور سي محمد الشيبي اللي هو بيان سور لعاب اللي كيلعب في ليجيبت واللي كان في المنتخب كيلعب مع المنتخب المغربي كان وقع لي واحد المشكل مع واحد اللاعب سميتو شحاته شحاته مع شحاته شي حاجه بحال هكا وكان صرفق الشيبي عقلا على التفاصيل ايبا فيغيغيفو رامز جلال عارف دابا كيجيب جوج مضاربين وكيلاقيهم بعضياتهم لو كونسيبت مابقاش كاميرا كاشه ولا كيجيب جوج الناس مضاربين وكيلاقيهم بروبوزا باش يجي هو وهذاك اللاعب المصري وتبروبوزا عليه 120 ألف جنيه لا دولار دولار بابا 120 ألف دولار 120 ميل دولار 120 مليون وسي محمد شيبي رفض أنه يدوز مع رامز قال في ذاك البرنامج وخلى ديك 120 مليون انا كنصفق عليه برافو عليه برافو عليه انا كنظن انا لا كنظن انا هو ما بغاش جو بونس كما بغاش يدوز مع رامز جلال جو بونس كما محتاجاش انا محتاجه ساسيتور انا صرفقيني زعما اختي ساره وقولي لي جاتك غير 20 مليون اجي حيدي هذا الميكرو قولي غير 20 فريال ماشي داك البرنامج لا جو بونس هو يمكن لو كونسيبت ديال البرنامج ما بغاش هو لو كونسيبت اللي كان البرنامج لا سورتو نعرف مع مغلاق اي راه عارفه يمكن هو حتى البرنامج ما بغاش يدوز في برنامج كيدوزو فيه لي زارتيست بوتيت ما بغاش كيدوز معاهم بزاف ديال لي غران فوتبولور مي هو ما بغاش باسكو ما بغاش يتصالح مع داك السيد اللي صافي يا سا اوسي يعني السيد صافي بارك هذاك الشوه اللي وقعت تم الفلوس ما حلش مشكل جودي برافو عليك برافو عليك بنفسك اخويا حنا بغينا الصلح لابد ولكن ماشي الا كان ماشي على قبل الفلوس ماشي على قبل الفلوس ماشي على قبل الخدام كذا داكور مع هذا ولا على قبل البوز ثاني داكور مع الله يكثر مثلك كبرتي بزاف غير في عين المغاربه كلهم بنتي فريمون راجل وما عندك غرض بالفلوس المهم هو نفسك لو كود كول غنبقاو في الكره نشوف واحد لا فيديو واحد المدرب جزائري تصرفق تصرفق لا عندك كود كار كود كار تصرفق تصرفق اللي تصرفق تصرفق هادو لعابه ديال الكرات جونيور مع بعض ما طاحش فيا انا واش ما كاينش راه خاص اللجنه التاديبيه ديال المدرب هذا واش كنت تبربق في الدري واش بعقلك باسكو خسروا في الماتش وباسكو باسكو ضربوا بعضياتهم من اللعابه انت كنت ماشي تصرفق هذا هو المسبب من اللي قلتي انت طنطنهم اكيد انا ضد العنف واخا يكون باهم الا با دو دو ما تصفقوش وما فين اللجنه اللي كتادب هاد الناس الكره واللي كتكون اللي كتحكم الكره باسكو ما تكون شي حاجه فين الشاسع ما قيس معنا والو حيت خاصها توقف هضره ماشي مدرب هذا راه ديكتاتور لا الراجل يمكن واش كان صايم بس اسكو سا اكسبليك انه يدير صفقة لا بيان سور ما بيغي عاد ما خاصوش يضرب ما عرفتش شنو وقع لي مش بونس حتى لي جوار فاش كنشوفوا لا فيديو حتى لي جوار مصدومين لا ما لا ما لا اذا باغي يجي ما شنو غاد اذا ما فين كيقولوا العصا فوالا مي مي تصرفق الدري ما دويش باقي صغار سون تري جون واخا
الاستاد ما كاينش الحجر ما كاينش الحجر كلها كلها مشير بعدا كنت فيك وصفق شي واحد من المغرب ديالنا لا الحمد لله غوزمون شوف الشي بلا ترفيقه شنو دار 120 مليون وما قداتوش لا لا جو سي ديزولي مي لا بور ما خاصكوش لجنه اديبيا بوغ هاد السيد باسكو سي با ان كومبورتمون ماشي رياضه بعدا ما رياضه ما لعب ما مدرب ما تدريب ما حتى حاجه خلاص مع اودد بوغ كونتر وفقرة بوكو كونتر يوسف شفت واحد الفقرة جديدة واحد الوجبة جديدة يلا تزاد عندنا في المغرب ما شاء الله الله من غير الفطور والعشاء والسحور من غير الفطور والعشاء والسحور زادت وجبة وسط منهم سميتها افطر فطور مهم صغيم فوالا افطر فطور افطر فطور يعني ما بعد الفطور ما بعد الفطور يعني خصنا نبقاو ناكلو تنطيحو لو جاعنا قال لك اسيدي كيفطروا الناس كينوضوا كيصليو كيتفرجوا في المسلسلات المسائي ديالهم كيتجمعوا لي زامي من بعد ولا لا فامي كيديروا افطر فطور اشنو كيديروا في هذا افطر فطور داكشي ديك شويه الحسنات اللي داو من قبل كيعاودوا يتصرفوا مسيئات فاش غيدويو في الناس كتلاقي مع الناس كديري لي غاتو من الاول كتعاودي الحلويات افطر فطور كله سكر اجي واش ولا كلشي كيديرها ولا شي حد واحد يديرها لا دابا ولات طوندونس فهمتي سالي ما كديرهاش انت يا ساره لا ايوا انا الفطور وشوف واش تو دي باسي ملي كنت جاب الفطور كندير لا انت سيغمون انت كدير وي بيان سور وي افطر فطور وافطر فطور ودابا خديت ثاني من ورا رمضان غنبدا ندير افطر نون باش نبقى في لي تيم فهمتي بالحلاوه انا نهار قلت لكم كناكل ميل في مور الفطور كلشي تهضر كيعير فيا عاد بغيتي ندير الافطر فطور ديزولي ديزولي وكيجيبوا في اتاي في الشاريو يا كيوسف اتاي في الشارع وحيد دابا انتوما كتهضروا على شي فيديو لا بزاف لا شي فيديو بزاف كيديروا اتاي في الشارع وكيجيو افطر فطور فيه نسيتي انت تمر ديال النهار ونسيتي هادشي لا قلنا انت ما خداماش ربات بيت يعني نسيتي تمر ديال النهار وداك الشقا وداك الشيء كله كتوقفي ثاني وكتبسي ثاني قفطان وكتزوقي وكتقادي داك الشيء فهمتي وكتعاودي تفعي ثاني شاريو فهمت بحال دخل لوبيتال كتفعي شاريو فيه مال الدواء طابو السكر سكر 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 والحلاوه الحلاوه 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 مي سي ترو و اونتخ برلماني كيشكي على مطيشه اونتخ وحده كدير باتيسري في افطر فطور كيما قال هو فطرتي ياك فطرتي وغسلتي ما عينك وتفرجتي في جوج وجوه وتفرجتي في دار النساء وشي جوج سيت كومات ونطتي وصليتي المغرب ولبستي خفطانك وماكيتي حيت ملي كتفطري كتطلع معك السخونيه الصهضه عرفتي ملي كتفطري حنا كحمرين الجهد فينا وبردتي داك الصهد كامل وقاديتي شعرك وقاديتي كل شيء ودفعتي الشاري وديتي باش تجمعتي وصحاباتك على الافطر فطور عكي مع العشاء واليسو بي دي ميرفاي مال الدواء طاب البغاوني وخل بغاوني وعم البغاوني والبغاوني ما عرضوا عليا شي افطر عرضوا عليك الفطور عندك افطر فطور غنمشي على الافطر باش الفطور سيري الطومبل ليا بداو نديرو افطر نون ما يديروش افطر سحور بحال والو راه كاين خاصنا نبحثوا في هاد القضيه بحال والو بوغ كونتر يوسف جو سوي كونتر باسكو جو سوي كونتر حنا تكرجعوا لنفس الموضوع الناس ما عندهمش وتجي انت تبدا تحط لنا 15 ملغرام ديال لاباتيسري اللي من بعد عرفنا انها غتلاح سا سيغ ريان حيت افتر فطور دير لنا فيها شي حاجه مهمه شي فقره زوينه شي كتاب كتقراي بارطاجي معنا شي حاجه مهمه مسلسل ولا سيت كوم ولا شي حاجه اللي عجبك في لاطيلي وقول له تيان شوفوا هذه العباره زوينه بروبوزي ان اوندرو فين يخرجوا الناس فين يتمشاو فين يدوا وليداتي يلعبوا شي حاجه بحال هكا مي باش حطي الحلوه 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 تجمعي دوك صحاباتك المنافقات وتقلتوا كتقشروا في عباد الله سا سيغ ريان وكنخرجوا كنمشيو كنجلسوا كاملين وكندير الفيغوراسيون كلنا وكنضحكوا بشويه وكنديروا بشويه وكندمروا في عينينا دونك حيت ما عندنا ما يدار لا انا كونتر بلا ما نطولوا في الموضوع كونتر مي الوغ دون كونتر انكرويابل انا اي حاجه فيها حلويات جي بو لا نتعرض على افطر فطور نمشي لا بغيتي ديري ما نديروش انا ما نديرش فطور ندير افطر فطور لا حيت انا نتعرض عليا نمشي لا انا نتعرض على افطر فطور ولكن باش نديروا انا لا ما نديروش
انا ما نديروش باسكو ما نقدش ندير هاد الضحك فراسي انا من اليوم نمشي ليه حيت عارف انا مريض الضغط لا حيت عارف انا عارف انا مريض الافطار فطور كنعرف لا ماشي عشان عزيز عليا اصلا ما غايديرش الافطار فطور اللي عزيز عليك اه ما نمشيش عليك انك كتشرب حتى القهوه ولا كتخرج انت وياك كتشرب القهوه ولا كيدير لك بريري ديال اتاي بيان سور ما غايجيبش لك ما غاتشربش اتاي في غرفه سلو دواز اتاي العادي الشباكيه لويزات داكشي كريكيعات لا لا اللي شاط ليه من الفطور صافي خلي الطابله اللي شاط ليه من الفطور تصحوش داكشي اللي شاط ليه من الفطور ويعاود يدير لنا بريريد ولا قهيوه ونجلس نعقلوا عليه من الحماق انا ماشي كاع الناس عندهم 3000 درهم باش يشريوا حلوه وسكر وهاد الناس ما كيمرضوش ولا غاسوزي والله لا لا لي بخي يوسف شكرا بزاف شكرا لك ابتسام شكرا ساره سخرتوني خلاص فاتي معنا مع الفطور الفطور يمكن كتكون في الفطور سخفات دابا انا يوسف شكرا بزاف الحلوه ديال الفطور قدامي كدوز لحظتك ابتسام ميرسي انا داك الشهر مره كندير الفطور انا وياك كنديرو صراحه وفي شويه الكوسي شكرا يوسف شكرا ساره بزاف نتلاقاو الاسبوع القادم دائما برنامج جوسيب رمضان مبارك كريم.